بس انا هعلق على حاجتين لفتوا نظري، الجريش او الجريشه زي ما بيسموها في الدول العربيه، تمام. وحليب جوز الهند. حليب جوز الهند هبتدي بيه. اولا اوكي. هو عند يعني في عناصر كبيره جدا في حليب جوز الهند، العناصر دي اهمها الفوسفور، فالفوسفور وفيتامين بي ومجموعه عناصر فيتامين بي الحقيقه، يعني مش اوكي. فيتامين بي بس، واهمهم فيتامين بي اللي هو حمض الفوليك اللي هو بي 9. اوكي. نعم. فحليب جوز الهند اللي هقوله ده هقول عكسه تاني دلوقتي. ليه؟ لان انا بستخدمه في حالات السمنه وبستخدمه في حالات النحافه. اوكي. تمام. فالنهارده هي بتستخدمه مع عناصر، هي جايبه الاكل كله هيلثي بصراحه يعني. اوكي. بس طبعا الكوبايه اللي قدامنا دي بتوازي 550 سعر حراري، فانا خدت سعرات حراريه عاليه جدا اي النهارده، كوبايه بس في يوم؟ هي في المقابل هي عامله حاجات تانية ما فيهاش سعرات حراريه. اوكي. تمام. طيب فوائد حليب جوز الهند، اولا هو حليب جوز الهند بيقلل الكوليسترول جدا، بيحافظ على صحه الشرايين. اولا هو كمان عند في ميزه فيه ان هو في احماض دهنيه عاليه جدا. طب الاحماض حليب جوز الهند. جميل جدا. طب الاحماض الدهنيه العاليه دي بتعمل ايه؟ الاحماض الدهنيه العاليه دي بتدخل في، طبعا بنستخدمها في حاجات كتير كالشعر والبشره، الحاجات دي كلها، صحه الجهاز الهضمي عندي. طيب انا قلت ده الفوائد بس بتاعته. يا دكتور، بس مش كل الناس تعرف حليب الجوز الهند، يعني ممكن برضو انا تقولي لنا هقول لك نسبة ليه ما اكتر. يعرفوش حليب جوز يعني الهند. يا ريت. اول حاجه لان احنا هنا يعني الحاله الاقتصاديه بتاعتنا كلنا اوكي. ما ينفعش ان احنا ندخل فيها حليب جوز الهند مره مرتين ثلاثه في الاسبوع. تمام. ده سبب من الاسباب. هو غالي قوي فالناس كده؟ اكيد طبعا، في هو على فكره متراوح الاسعار في السوق، لان هو بيدخل في يعني في معلب وفي موجود يعني بيور. في أماكن سوبر طبعا ماركتات طبعا معروف والحاجات اللي جدا. زي كده؟ طبعا اكيد معروف، بس هو طبعا بالنسبه للحاله الاقتصاديه ففي بعض الناس عارفاه وفي بعض الناس لا بتستخدم الحليب العادي. لكن ده هو اكثرهم شيوعا مثلا في الدول العربيه. الدول العربيه بتستخدمه كتير بكثره الأكل، يعني. بيعملوه بيه الأكل وكده؟ لا، وبيستخدموه في حاجات كتير، في تركيبات للشعر، تركيبات للبشره. لكن هو هستخدمه في ايه؟ أكثر هستخدمه تركيبة. مره او مرتين في الشهر لانه بيقلل لي الكوليسترول. لكن لو استخدمته اكتر من كده ده بقى العكس، عكس ده اللي هقوله ضده. بقى. انا لما هستخدم حليب جوز الهند هيديني نتيجه عكسيه بقى، لو استخدمته اكتر من مره هيديني نتيجه عكسيه. بدل ما هو هيقلل لي الكوليسترول هيرفع الكوليسترول. ليه؟ لانه في احماض دهنيه عاليه جدا. اوكي. تمام. طبعا انا هستفيد بالفيتامينات اللي فيه، بس سعراته عاليه جدا، الاحماض الدهنيه اللي فيه عاليه جدا، فهيتسبب في رفع الكوليسترول عندي وزياده الوزن. يعني انا لما بحب ازود وزن حد بكتب بيستخدمه له اكثر من مره. بكتب له حليب جوز الهند اكثر من مره. اوكي. يعني